حضرتك. طب يا فندم، في هذه النقطة تحديدا بقى اسمح لي أسألك، يعني هذا القانون كمان يطال التنمر على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي؟ طبعا طبعا. احنا دلوقتي احنا مش في بناء مجال الحياة الاقتصادية بس، لو حضرتك تابعتي البناء الاستراتيجي لسياسة الدولة بيقول بناء الإنسان، إنسانية الإنسان، إعادة الإنسان، ماذا حدث للمصريين، الكلام ده وجهته القيادة السياسية، إيه اللي حصل لكم يا مصريين، إحنا ما كناش كده. فلابد أن النهاردة إذا أنا حضرتك خطبت والإعلام خاطب والجهات المعنية خاطبت محاولة التصحيح ما صحيح، فبيدخل بقى شرطي القوانين هنا، المربي المهذب للشعوب اللي هو القانون الجنائي اللي هو قانون العقوبات، عشان أقول لا بقى دي مصلحة محمية هفرض الحظر عليها، اللي هيتم الخرق هفرض العقوبات، فحقق الردع، ردع للجاني اسمه ردع خاص والردع للآخرين. طب الآخرين هحققه ازاي وانا راجل ممكن يكون الفلوس معايا مش مشكلة، غرامة 10,000 جنيه ايه المشكلة؟ اعتقد ان الحبس يكون يعني كافي، دي رؤيتنا. وربما طبعا احنا طبعا في هذه الفترة تعودنا ان كله بيمد ايده عشان يساعد البناء مش كده؟ فاحنا بنمد ايدينا وبنقول والله يا جماعة ايه القانون، النص العقابي عايز مزيد من الثبات ومزيد من الاستقرار. ليه؟ لان لا يجوز التزرع بالجهل باحكام قانون العقوبات، ما ينفعش اقول والله ما اعرف مش عارف لا صحيح. فلا يجوز، فعايز ثبات وعايز استقرار، فمش هينفع بعد سنة اقول ايه لا الغرامة مش هتكفي، لا الغرامة مش هتكفي، لا ده انت حضرتك التشريع الاسباني في المادة 132 من قانون العقوبات الاسباني بتقول يعاقب بالسجن من 3 لـ5، من 3 سنين لـ5 سنين، انا ما وصلتش، انا لسه في الحبس في الجنحة، لسه في مدار الجنحة، لكن انا ممكن ادي عقوبة، ده مش الحبس بس يعني عفوا والغرامة، لا انا اشيل الغرامة وادي عقوبة الحبس وادي عقوبات تكميلية بقى. يعني ايه الخدمة المجتمعية، صحيح. مراقبة الشرطة، ايه المشكلة، ايه المشكلة.